السلام عليكم، صباح الخير ورباح. مرحبا بكم في أسبوع آخر من صباحيات دوزان بمواضيعه بأفكاره وفقراته لتتنوى ما بين القانونية الصحية والترفيهية كذلك. بقوا معنا لأن مواضيع اليوم مهمة جدا. مرحبا بكم في حلقة جديدة. نصائح في ميدان التغذية تنتظركم من طرف سنبيل العياشي في فقرة التغذية، طبعا ننتظر كذلك وئام مقتد في فقرة صنع إيديك، غادي تقدم لنا كيفاش نصوبوا واحد الحفة صغيرة للوليدات ديالنا بطريقة سهلة جدا. كوتش ياسين موج لنا حصة من الماي، ما عرفتش واش نطقتها مزيان، ماي تاي، وكذلك صفاء بوجناح غتلتحق بينا باش تقدم لنا واحد الوصفه بالجرجير او لا روكيت. المزيد في انتظاركم من الفقرات والنصائح مباشره بعد الفقره القانونيه، ودكتور محمد جمال معتوق والضيفه خاصه نقدموها لكم بعد لحظات. غادي نصبوا الاهتمام ديالنا على ذوي الاحتياجات الخاصه وكيفيه التاقلم ديالهم مع المجتمع والاندماج ديالهم في المجتمع. كان سبقنا واستضفنا ضيفه خاصه، هي شابه مغربيه من ذوي الاحتياجات الخاصه اللي تتعاني من مشكل صحي ولا مالادي دو دوشين، تكلمنا عليها كذلك في الفقره الصحيه. استقبلناها المره الاولى او تكلمت لنا على المعاناه ديالها بسبب الولوجيات اللي شبه منعدمة في المؤسسات التعليمية. اليوم جاينا بالجديد أولا بالشهادات الإجازة والماجستير اللي حصلت عليها ما شاء الله عليها، وبذلك ففقرة القانون اليوم غادي نتكلموا على القانون اللي تأثر الحاجيات أو الاحتياجات ديال هاد ذوي الاحتياجات الخاصة. فأولا صباح الخير دكتور محمد جمال معتوق. صباح النور سميرة. صباح الخير للا خديجة موغار. صباح الخير سميرة. ماشي أول مرة، هذه ثاني مرة. أنا سنبارك لك وأكيد دكتور معايا وكل المشاهدين على الماجستير اللي حصلت عليه مؤخرا. نون سون بين، بجهد كبير عاودتي لي في الكواليس، وأنا بغيتك اليوم تعاودي لكل المشاهدين وما كرهناش المسؤولين حتى هما يسمعوا المعاناة ديال مغربية، مواطنة مغربية عندها بزاف ديال الامل في المستقبل، عندها بزاف ديال لومبيسيون، باغا تخدم، باغا تكون فاعل يعني في المجتمع. بغينا نعرفوا كيفاش خديتي شهاده الماجستير. شكرا سميره. مرحبا بك. اولا انا جد سعيده بحضوري وتواجدي معكم في بلاطو صباحيه دوزاب. اسعد. شكرا. فعلا انا جيتكم وانا طالبه سنه اولى كليه الحقوق والعلوم الاقتصاديه، كنت كنعاني من مشكل الولوجيات، عدم توفرها داخل الكليه، وكنت جيتكم وانا كنطالب بحق من حقوقي المشروعه اللي هي الولوجيات. والحمد لله بعد 3 سنوات بنضال وكفاح تم تهيئه كليه العلوم بالولوجيات، واخا ما كنت انا كنت ساليت الاجازه لا ليسونس فوندامونتال اون ايكونومي، ولكن بقات بصمه النضال. موراها كنت كنحاول انني نولج سوق الشغل، ولكن للاسف اننا حنا الولوجيات راه ما كانتش مشكل داخل الكليه فقط، بل انما داخل مدينه الدار البيضاء او داخل التراب الوطني عامه. ما قدرتش ندخل لسوق الشغل، ما لقيتش فرصه اللي غادي نحقق فيها ذاتي، فقررت انني نحاول انني نوجد المباريات الخاصه بولوج سلك الماستر، والحمد لله توفقت نجحت في المباراه الكتابيه وكذلك الشفويه، ودوزت سنتين الحمد لله دازت مزيانه. سنتين من النضال اللي دازت بقساوه، عاودتي لي في الكواليس بانك كنتي تتمشي من البرنوسي حتى لافاك يعني الكرسي المتحرك عندك الكتريك الحمد لله، ولكن هي الطريق طويله وتدوزي في الخلا. وبوحدك جوج المرات درتي حادثة سير. في هاد 5 سنين اللي دازت ديال القرايه ديالي تعرضت لجوج حوادث سير، حيت الطريق غير مؤهله لينا حنا كاشخاص في وضعيه اعاقه. ديما انا كنكون غادا في لوسونس انفيرس، سكيفي كنكون غادا انتردي، طوموبيلات جايين وهما جايين وانا غادا. علاش تمشي في لوسونس انتردي؟ علاش؟ حيت ما كاينش تروتوار منين غادي نقدر نطلع. للاسف ما كاينش منين غادي نطلع،
ورغم ذلك الحمد لله كنت كنقاوم وكنحاول انني ندخل الحصص ديالي وندوزها وكانني جيت بحالي بحال كاع الناس في وسيله من وسائل النقل اللي محرومه منها انا ومستفد منها كل شيء كاع الناس الطلبه وكاع المواطنين المغاربه الا حنايا الاشخاص في وضعيه اعاقه كنبقاو مقصيين من وسائل النقل. وفهاد كنت كنمشي 7 كيلومتر، يعني 7 كيلومتر راه ماشي ساهله، كنمشي 7 كيلومتر الي غوتوغ، فيها بزاف ديال المشاكل، فيها تحرج وفيها كما قلت لك كنكون معرضه كل صباح كل نهار لحوادث سير. واخا تكلمي ليا كذلك على وسائل النقل، حاولتي تاخدي وسائل النقل؟ لان كنا شفنا بعض الحافلات اللي كانوا يعني عندهم هذوك عندهم الولوج ديال الحافلات، ما عمرك ما طلعتي فيهم؟ للاسف ما كانوا وسائل النقل مهيئه لينا حنا من غير دابا كازا تراموي. ومشكوره كنشكر كازا تراموي حيت هي الوسيله المتاحه فقط للاشخاص في وضعيه اعاقه اللي يقدروا يستعملوها. حداك تراموي ولا ما حداكش؟ قريب ليا ولكن للاسف ان لي تراجي ديالو محدودين، لي تراجي ديالو ليميتي، ما كاينينش، ما كيقدروش يوصلوا لبزاف ديال. واخا عندكم شي امتيازات في وسائل النقل ولا لا؟ شحال هادي كان في الشركه اللي كانت سالا عقد التدبير المفوض ديالها، كنا كنستافدوا من مجانيه التنقل فيها، واخا كنا محرومين ما كنقدروش نولجوا ليها حنا كمستخدمين الكراسي المتحركه، ولكن بالنسبه للاشخاص المكفوفين الاشخاص اللي كيقدروا يتمشاو على رجليهم ولكن عندهم نوع من الاعاقات كانوا كيقدروا يتنقلوا بهم. فابور مجانا لمده 30 سنه. لكن للاسف دابا مع الشركه اللي خدات تدبير النقل للاسف ان الحمد لله هي مهيئه فيها لاغوم نقدروا نستعملوها، ولكن للاسف الاشخاص في وضعيه الاعاقه في 2021 كيتعرضوا للتعسف، كيتعرضوا للعنف من طرف لي كونترولور، وهما مطالبين باداء تسعيره اللي 30 عام عمرهم ما كانوا خلصوها، واليوم هما محرومين. وتخيلي معايا سميره الناس مكفوفين كيتعرضوا للتعسف وتعنيف داخل الحافله. الجميل في خديجه اكيد غتكون متفق معايا دكتور محمد جمال معتوخ هي انها ما تتهدرش غير بالاسم ديالها، تتهدر باسم كل هذه الفئه من المجتمع اللي عندها يعني فوضعيات اعاقه. فبغينا نعرفوا حنايا قانونيا وفي الدستور المغربي واش كاين قوانين اللي تتحمي هاد الناس، هاد الفئه من المجتمع، لانها شريحه حاضره وكاينه وتا هما مواطنين مغاربه عندهم حقوق ديالهم وواجبات. اكيد ملي كنكونوا في اللجنه ديال مناقشه رساله الدكتوراه كنبداو ملي كيكون عندنا الطالب المترشح للدكتوراه كنبداو دائما بالمسائل اللي هي ايجابيه في الرساله ديالو، وعاد من بعد كندوزو للمسائل اللي هي سلبيه في العمل ديالو. فالحكومة حققت أشياء مهمة جدا، هناك 7% اللي دابا هي واحد النسبة مئوية اللي مديرة في جميع المباريات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، أي مباراة الوظيفة العمومية الوجه الوظيفة العمومية فيها 7% اللي عندهم هاد الناس ذوي الاحتياجات الخاصة أنهم ينجحوا 7% منهم، اللي إلى عندنا 40 مثلا منصب شغل غادي يكونوا منهم واحد 7 كلهم، يعني الا كانت 10 هي 4 لا ماشي 7 غادي تكون 3 ولا 2.5 غتكون داخلين من ذوي الاحتياجات الخاصه. واحد عافاك اسمح لي هذا القانون فعلا انه كاين ولكن حنا ما مطبقينوش ومقصيين منه، بحيث انني انا غير في ديسمبر 2020 كنت ترشحت لمباراه وزاره الماليه واصلاح الاداره العموميه متصرف من الدرجه الثانيه سلم 11، ولكن قمت بتحميل شهاده الاعاقه من بوابه الالكترونيه ديال وزاره التضامن، فاذا بي يوم المباراه افاجئ ان لاصال ديال قاعه المباراه تتواجد بالطابق الثالث. اي انني تعرضت للاقصاء. لا هذا السبب لا طبعا وجود خديجه، لان ما بين النظري والتطبيق وارض الواقع. انا جايك بمعنى انني تقصيت من المباراه قبل ما ندوز المباراه، فاين هي هاد 7%؟ يعني تحرمتي من الحق ديالك ديال الولوج اولا لقاعه الامتحانات. احنا دابا تنتكلموا على المسائل الايجابيه اللي كنقارنوها مع هذه سنوات في المغرب ما كانتش.
قبل ما عندناش هذاك 700 في القانون ما كايناش، حتى النظريه ما كايناش. وانا ما متفقش معك سميره، ماشي نظريا ولا مع خديجه، ما متفقش معها، هذا فعل حقيقي 7%. ولكن انا جيك للسلبيات. الولوجيات، الولوجيات هناك قوانين تم تحيينها باش ندخلوا الولوجيات فيها، قانون التعمير 1290، القانون التجزئات دخلنا فيهم هذو النصوص القانونيه، دخلنا في هذه القوانين اللي هي قديمه باش نديروا الولوجيات في المجمعات السكنيه، في في العمارات، في المنشات الاداريه العموميه الى اخره. هذا كاين مجهود، لان الدستور 2011 جاي تيتكلم اولا على هاد الناس ذوي الاحتياجات الخاصه، وتيقول بان خصنا نهيئوا لهم الظروف فاش يتعايشوا مع المجتمع كافراد المجتمع عاديين، نعطيهم الحقوق ديالهم باش يندمجوا ويحسوا براسهم داخل المجتمع وفرد ناشط في المجتمع. اذا هذا المكتوب، هذه الاراده ديال الحكومه المغربيه، هذه الاراده ديال السياسه المغربيه، ها كاينه هذه النيه ديال السياسه المغربيه. الواقع، الواقع هاد الناس مهضومين، هاد الناس مطمورين، الله يجازيك بخير، حقوقهم مدفونه، مستخف بهم الى درجه لا تتصور. انا بالنسبه لي كنتكلم في المغرب، في المغرب ملي كدوز حدايا سيده بحال ما كايناش تماما، هي واللي بحالها. علاش؟ وهذاك اللي كيشوف العصا حتى هو مسكين ما كيشوفش، وغادي بالعصا حتى هو كيدير بحال ما كاينش. علاش؟ حيت ما عندناش الايمان، الايمان بهذه القضيه ديال ذوي الاحتياجات الخاصه، ما عندناش ايمان، ما كنامنوش بانهم هما عندهم قدرات، ما كنامن هما بحال على المجتمع، هما اخر حاجه يمكن لنا نتم بها. الميزانيات اللي كدار التعاون الوطني، التعاون مراكز التعاون الوطني مع وزاره، شو سميتها؟ شو سميتها؟ وزاره التضامن والاسره والمساواه والتنميه. بغيت نعرف هاد الاربعه الكلمات واش كيتوفروا فعلا في هذه الوزاره؟ وهذه دعوه للوزاره في شكل كاين هاد المراكز اللي جيت تكلم معنا في صباحيه الدوزان، مشكور جدا باش يجاوبنا على هاد التساؤلات اللي تترا. هاد هاد المراكز هادو ديال التعاون الوطني اللي كيديروا دعم ديال 60,000 درهم للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه. نعطيك الناس ديال الباديه اللي ذوي الاحتياجات الخاصه في الباديه، شنو غادي يدير واحد في الباديه؟ غادي نعطيه مشروع 60,000 درهم، دير لي ملف واجي تقدم باش نعطيك 60,000 درهم، شنو غيمكن له يدير شاب وشابه في بلاد؟ غادي يدير البهايم الماشيه الفلاحه. ونحن مطالبين مستني هذا الشيء من الدعم، تيقول له ما عنديش اثبات بان عندك فاتوره بان كشريتي البهايم، ما عنديش، دونك ما يمكنليش نعطيك. تماما. اذن هذا، اذن شنو كنديروا؟ بحال كنتنموه وكنذوقه وكنضللوا بالفرنسيه، وسمحي لي يمكن ما عمري هضرت بالفرنسيه. اون ايسي دافواغ لير الوغ كون با لير دو تو، اون ايسي دو غوسومبلي ديت كيلكان دوطر الوغ كون لي با. C'est de l'hypocrisie. Gala Jacques Brel, quand on n'a pas le sou, on ne joue pas le riche. واش غنامنوا بهاد الناس وغادي نعطيهم حقوقهم كلها وتكون الميزانيه محدده لهم ونعطيهم حقوقهم كلها ويحسوا براسهم انهم موجودين، او لا غنبقاو في هاد السياسه ديال غير كنزوقوا من الفوق باش نعجبوا المجتمع الدولي ونقولوا حتى حنا راه الاتفاقيه الدوليه ديال ذوي الاحتياجات الخاصه اللي حنا صدقنا عليها، حتى حنا راه حنا عندنا كندير حتى حنا عندنا نظريا قالها وحبر على ورق. استاذ غير باش نعطيك، تكلمتي على الولوجيات في الاقامات، راه عندهم واحد الدويره خداوها المحسنين هما اللي داروا لهم لا هومب باش يولجوا لديورهم، راه حتى الولوجيات حتى في البيوت ما كايناش. انا جات عندي وحده عندها من ذوي الاحتياجات كروسه ساكنه في عماره ديال الاقامات الاقتصاديه، اقتصاديه جار حداها حل حانوت فوضى دار التجاره، وجو واحد اخر حل باب واحد اخرى فوضى دار التجاره حتى هو، وهي بغات دير شويه ديال السيمه وشويه ديال الياجور باش تطلع الشقه ديالها في الغيت شوسي في الطبق السفلي، جا القايد وقفها. ولكن لحسن الحظ هذاك القايد ما طولش وتاخذ في حقه اجراءات تاديبيه. يعني هذا الشيء، هذا دابا شنو هو الحل استاذ في هذا الشيء كامل؟ دابا انا الحل في شابه بحال هذه طموحه باغا دير شحال من حاجه ما تتقدرش تتحرك من هنا. الحل ليه؟ الحل هو ان الاعلام خصو يهتم بهاد الناس، وهذا البرنامج ديال الصباحيه يهتم بهاد الناس، وبرامج اخرى يهتم بهاد الناس. لا، ملي غادي نهتموا، ملي غادي نهتموا بهم وكل شيء غادي يهضر عليهم، غيوصل الصوت للمسؤولين، لان كتوريه الحقيقه وكتوريه الواقع. حيت انا باش كيقتلني الوزاره، بعض الوزراء باش يساليو معايا، تتقول لي وزيره التضامن والتنميه والاسره والمساواه تجي، شنو غتجي تعطيني؟ ارقام. لقد حققنا، لقد فعلنا في اطار التنميه المجتمع، شنو ملي غادي نمشي عند في الواقع غادي نسول الناس
غنقرا احصائيات كبيره ديال العدد ديال ذوي الاحتياجات الخاصه وما حققناه ضئيل وبعيد جدا على تحقيق الحد الادنى. ما تواصلوش مع الناس باش يوريو فين يعني تيخدموا، لربما هما تيديروا حوايج زوينين ما تنشوفوهمش. هذاك الشيء علاش هذه دعوه بديتي تتقدي معايا كيديروا شي حوايج زوينين. انا قلت لك هما عندهم ارقام، عندهم ارقام. لا حنا علاش كنظلموا؟ حنا الا عندها شي حاجه حققتها تجي لعند الناس تقولها لنا. اللي قلت استاذ، دابا حنا بغينا نشوفوا المتطلبات ديال خديجه. شنو المتطلبات ديال شابه اللي باغا تولج وباغا تندمج في المجتمع، تولج لسوق الشغل واللي الوضعيه ديالها الاسريه مزريه، ماماها الله يحسن العوان عندها خديجه وعندها امين في نفس الوضعيه. شكون هما هذو ذوي الاحتياجات اللي تلقيهم لاباس عليهم؟ قلال مساكن كلهم ضربهم الجائحه ديال المرض والاعاقه تفقر. وهذا منظمة الأمم المتحدة كتقول أن الناس الأكثر فقرا في العالم هم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إينا زادوا تكرفسوا عدن، وهذا منطقي لأنهم هما مادام هذا الشخص في وضعية إعاقة ما غاديش مهمش لا ينتج، وبالتالي ليس له وسائل، ما عندوش الحق في الصحة، ما عندوش حق في التشغيل، منين غادي لا. ولكن خديجة باش ما نبقاوش على هذه النبرة السلبية، انا تنحييك اولا على الجهاد ديالك. شكرا. لانه مزيان تكون انت رساله امل بالنسبه للشباب، حيت انا واخا ما نكذبش عليك، واخا كنشوف شي واحد ذوي الاحتياجات الخاصه راه ما كنبغيش يسعى وما كنبغيش يجلس وما كنبغيش يقول انا عندي اعاقه ويرجع للور، كنبغي يكون عنده طموح ويدابز ويدير بلاصتو ونناضلو معاه ونعاونو، ولكن يوصل. هذه خديجه باش يوصل فعلا الام ديالها اللي معاها في كل الاحتياجات اليوميه ديالها، تنسطر على كل الاحتياجات. اكيد كي غادي دير الام ديالها ما شاء الله مغربيه حره ما شاء الله عليها، ولكن خاص الدعم. وانا من هذا المنبر هذا ادعو خديجه لفتره ديال ستاج معنا هنا في صباحيه دوزام باش تكون بدايه ان شاء الله لافاق جديده وافاق ايجابيه ان شاء الله في سنة. سوق الشغل. وهذا نداء للمسؤولين، كفانا من هذا النظري ومن هذا الحبر على الورق. بغينا نشوفوا الولوجيات، بغينا نشوفوا وليدات صغار في الكريستال يقدروا يمشيوا للبحر، يقدروا يمشيوا للمدرسه، يقدروا يمشيوا ياخذوا الوسائل ديال النقل. اما الوزيره وسهل سهل، اما الوزيره سميره تيخصها تخرج شي شويه للواقع والميدان وتشوف الناس كيفاش يعانيوا، لان ملي كتكون كتكلم هي كتعطينا ارقام جميله جدا. شي اللي سمعتيها كتكلم غادي تقول هذوك كذابه، هذو الاحتياجات كذابه. فهمتي ملي كتشوف الارقام كتقول هذا الشيء جميل جدا اللي حققناه، ولكن ملي كتشوف الواقع، الواقع مر بعيد، يعني العدد اللي حققناه من النتائج الايجابيه بعيده. يعني شنو تيخصنا؟ خصنا ميزانيه اهم، وخصنا اهتمام اكثر، وخصنا ايمان بهذه القضيه. تواصلوا الوزاره المعنيه خاصها تواصل وتورينا يعني شنو تدير. لربما هما مقصرين في التواصل، هذاك الشيء ما تنشوفوش اكزاكتومون سكيلفو. سميره كما قال الاستاذ معتوق، المغرب غني بالقوانين، كاينه المنظمه، كاينه اتفاقيات، كاينه الاتفاقيه الدوليه لحمايه حقوق الانسان، كاين قانون رقم 13 الخاص بالولوجيات، كاينه مشروع قانون الاطار، كلشي كاين. نحن بحاجه اليوم لتفعيل هذه القوانين، نحن بحاجه الى تفعيل التزامات الدوله، مجالس الجماعيه، السلطات المختصه تفعل لنا قوانين الولوجيات. حنا ما كنطالبوا بحتى شي حاجه من غير الحق في الولوج، حق في الولوج. بغينا الوليدات الصغار حق في الولوج، في الولوج في الحياه، في الحياه في الحياه. استاذ الولوج معنى الولوج جدا. هيا ان شاء الله دوزام غادي تعطيها ستاج هنايا، كيفاش غتجي لدوزام؟ هذا هو الاشكال المطروح، كيفاش غتجي لدوزام؟ دابا غادي ندير دابا المشكل اللي كاين هو ان دابا لي كونترولور ولي شوفور ديال هاد الحافلات تعطاهم تعليمات واوامر بانهم يمنعوا اي شخص في وضعية إعاقة، ولو أنه يكون تنازل على حق من حقوقه وبغى يخلص هو ممنوع. ممنوع أنه يطلع فقط حيث هو يحمل صفة معاق. كيفاش شخص في وضعية إعاقة؟ كيفاش سائق حافلة أنت غادي تجي تطلعي دابا في الحافلة؟ يقول لك ما طلعيش. حيت هو اللي كيدير، حيت حنا مستخدمين الكرسي المتحرك، نورمالمون الناس كاين باب كيهبطوا منه، ناس كيطلعوا باب كيهبطوا منه. دابا ملي غادي تعيطي غتوقفي له الحركة. لا الباب اللي غادي يهبطوا منه الناس خاصو يتحل باش يهبط ليا لا غومب واللي نقدر انا نطلع فيها.
وهادشي ما خصوش يديروا حيت مشى عليه الحال غيمشي عليه الحال. هادشي حيت اول حاجه حيت ما كاينش الوعي حيت المشكل اللي كاين. ولكن عين سمحي لي خديجه نقاطعك، انا يا ريت شي نهار تكوني واقفه امام الحافله ويدير هذا السلوك هذا وقبطي جوج ديال الناس شهدوا معك، جوج الناس البطاقه الوطنيه ديالهم خذيها هاد الواقع يشهدوا معك وطالبي بالتعويض لشركه التامين الشركه ديال الحافلات. وانا هذا التعويض لان تحرمتي من الحق ديالك انك تولجي الى خدمه عموميه. فعلا. وطالبي بالتعويض واللي بحالك يطالب بالتعويض والثاني والثالث والرابع وغادي تحركوا القضيه ديالكم والاعلام يعاونكم. هذا هو المشكل، نحن شجناء في بيوتنا. دابا ملي غادي نرفع دعوه قضائيه المشكل هو ان المؤسسات العموميه بصفه عامه سواء كانت محكمه اداريه ولا اي نوع من انواع المحاكم نحن لا نستطيع الولوج. كيف سوف ندافع عن حقوقنا ونحن امكانيه الوصول محرومين منها؟ ما يمكنش اننا نوصلوا. انا سميره فاش كنت كنقرا في كليه الحقوق ديال عين سبع كنت بغيت نصوب الوالد ديالي، بابا مسكين بغى هو ما غاديش يبقى غير في المهنه ديالو، بل انه غادي يمشي غيولي بناي وغادي يصوب لاغون. فكنت فاجئ ان الكليه منعتني بانه هذاك ملك عام، ما خصنيش انا نخترق المسطره ديال الملك العام، وخصني انني نمشي للولايه ولا نمشي لمجلس الجهه ونقدم طلبات. وانا ما قدرتش ندخل حتى رئيس الجامعه، ما قدرتش ندخل حتى مؤسسه تعليميه. كان خاص رئيس الجامعه يكون جريء، ما بالك بانني نوصل. كان خاص يكون جريء ويقوم بهذا العمل. اما بالنسبه للمباراه اللي ما قدرتش تدوزي، حتى هو تفويت فرصه، كان ممكن ديري دعوه مدنيه وطالبي بالتعويض ديالك، لان تحرمتي من الفرصه اللي كانت عندك المباراه. كيفاش غادير هذه الدعوه؟ فين غتمشي؟ هذا هو السؤال المطروح. استاذ، راه كاينه تناقضات كبيره في القانون المغربي. للاسف الوقت ما ساعفناش، وحنا راه خدينا وقتنا اكثر من اللازم، لكن اللي نقدر نقول يا ريت المسؤولين ينصبوا على هذا الموضوع بجديه ويديروا هاد الناس وليداتهم وابن عائلتهم ويفكروا لهم كيف ما تيفكروا لوليداتهم. تنشكر سمير. عافاك، بغيت نوضح واحد الفكره على انهم دائما يتحدثون عن اشخاص وضعيه اعاقه. ان بغيت نوضح واحد الفكره، ان دائما يتحدثون عن الاشخاص في وضعيه اعاقه كفي فئه هابطه من السماء، وكنساو ان وضعيه الاعاقه انا عندي اعاقه مكتسبه، واغلبيه الاشخاص في وضعيه إعاقة وما عندهم إعاقات مكتسبة. لا ليست بالولادة وإنما مكتسبة. تقدر تكون عن حوادث. لا مكتسبة أي من بعد، يعني كان عادي هو وعاد صباحا. بعد الولادة يعني كيكونوا حوادث سير، يقدروا يكونوا أمراض. يقدروا بحالي أنا عندي أمراض، وأنا عندي أربع أصدقاء كانوا كيقراوا معايا في مساري الدراسي تعرضوا لحوادث سير وهما اليوم اشخاص في وضعيه اعاقه. لهذا انا اطالب من كل الجهات المسؤوله ومن كل الفاعلين في المجتمع المدني، من كل مهندس سواء كان مهندس كيفما كانت مهنته، ان الاعاقه لا تمس فئه واحده في المجتمع وانما تمس كل فئات المجتمع. اليوم انت صحيح الغد الله اعلم، تقدر تكون مرتك، اختك، صديقه من اصدقائكم، كلنا الاعاقه قضيه مجتمع كامل، قضيه ماشي قضيه فئه واحده. داكشي علاش انا اطالب كل المراقبين، كل المهندسين، خصوصا اننا نحن بحاجه الى ولوج لكل البنايات. حنا من حقنا اننا نرفه على ذاتنا، يعني مرافق الترفيهيه، الرياضيه، المسارح، السينما، الادارات العموميه، كل حقوق. حيت ملي كنقولوا ولوجيات فحنا كنقولوا ولوجيات الحياه العامه وليس فقط اداره او مؤسسه معنيه. لهذا حنا كنطالبوا بتفعيل قانون رقم 1290 اللي هو كيأطر لنا الضوابط والمعايير البناء العامه، كذلك تصاميم التهيئه المنصوص عليه في هذا القانون. ولو تم امكاننا من الولوج فاكيد انا الاعاقه ديالي ولات عندي وانا في عمري 15 سنه كنت تجاوزت مرحله ديال الاعداديه وديال الابتدائيه، كنتمنى انه الولوجيات كمطلب وكحق انه يتم التفعيل ديالو باش نمكنوا دوك الوليدات الصغار اللي كنشوفهم وهما كبارين كيمشيو يسعوا قدام البيبان ديال المساجد انهم يكون عندهم الحق في التعليم، وانهم علاش لا نلقاوهم انهم شادين مناصب وكإطارات في وزارات ان شاء الله. ان شاء الله هذا حقكم. خديجه موغا 24 سنه، ماجستير في التدبير الادارات العموميه الترابيه، واجازه في الاقتصاد و
التسيير. تبارك الله عليك، ما شاء الله عليك، تحيه ليك، تحيه الاخ ديالك امين، الام ديالك والاب ديالك. نتمنوا ان الاذان تكون سمعتكم ان شاء الله. مازال تسجلي في الدكتوره خديجه؟ الدكتوره ان شاء الله وبدوري سميره تقلب على خدمه. هي تتقلب باغا تخدم، خاصها تخدم ان شاء الله. شكرا لك خديجه، شكرا لك دكتور، بقاو معنا. شكرا شكرا سميره. انا نيابه عن كل الاشخاص فرضيه اعاقه تقدموا لك بجزيل الشكر، حيت صباحيه دوزام هو من بين البرامج النادرة اللي كتطرق وتتناول مواضيع تهم الإعاقة. نحن كل بنيابة عن كل أشخاص فرضية الإعاقة، نحن اليوم بحاجة ماسة وبشدة البرامج هادفة ذات محتوى راقي مفيدة وتوصل صوت من لا صوت له. شكرا دكتور. كي جاتك إعلامية، تجي إعلامية ياك اللغف ديالها، الطموح ديالها والحلم ديالها أنها تكون إعلامية. إيوا يمكن التمرين غادي نبداو إن شاء الله. إن شاء الله. تبارك الله عليك خديجة، بقاو معنا غنمروا اللحظة لفقرة دي أي واي أو صنع إيديك مع وئام مقتاد. صباح الخير سميرة، صباح الخير مشاهدينا، كنتمنى انكم تكونوا على خير. في الفكرة ديال اليوم غنشوفوا كيفاش غنصوبوا دي ماتلا دو سول لوليدات صغار، اولا بكل بساطة الحفات اللي يقدروا يستعملوهم في البيت ديالهم، يجلسوا فوق منهم يقراو او يلعبوا. دونك الفكرة ديال اليوم غنحتاجوا قطعة ديال التوب، يعني جوج قطع ديال التوب فيهم متر وعشرين على يعني الطول ديالو فيه متر وعشرين على 60 سنتيمتر ديال العرض. دونك بكل بساطه في الاول غنصوبوا مخده اللي تكون كبيره، يعني غتشوفوا الطريقه كيفاش. كيف ما قلت لكم هنا توب على جوج وكندير الوجه على الوجه باش كنخيطوا في الماكينه على هذه الطريقه. دونك هنا كندير غرزه عاديه في الماكينه، يعني غرزه نورمال، كنخيط الجوانب بثلاثة، ما كنخيطش الجانب الرابع. هنا كنكمل الغرزه ديالي. كنت ديجا انا بديت في الدار من قبل، يعني صوبت خيط الجوانب كلها باستثناء هالجانب الرابع بحال هكا، خليته محلول لان منو منين غادي نعمرو هاد لو غران كوسان اولا المخده الكبيره اللي غنصوبو. يعني هنا من بعد كنقلب التوب ديالي، بهالطريقة. وقبل ما كنعمرو، يعني تقدروا تعمروه سوا بلاواط سوا يعني الصوف اولا البونج، يعني اللي كان عندكم في الدار تقدروا تستعملوه كوم كارنيساج. قبل ما كتعمروه كنديروا واحد لي روبير، كنتراسيو فين غايجي واحد، يعني باش يولي على شكل الحيفه وما يبقاش ان كوسان كبير، غنحتاجوا انا نديروا فيه واحد لي فلوغ صغار، يعني غنعطيو هذاك لو كوتي ماتلاسي. دونك هنا غندير لي روبير ديالي قبل ما نعمرو، مهم انكم يعني ترسموهم قبل ما تعمروا لو كوسان ديالكم، فقط بواسطه مسطره وفوتخ، يعني من الاحسن يكون احمر باش يبان لكم مزيان. هنا بما ان عندنا العرض فيه 60 سنتيمتر فكنقسموه على 4، يعني شاك 15 سنتيمتر كندير واحد العلامه بسيطه. طبيعة الحال كنكون عبرت 15 سنتيمتر من جهه الاخرى، وهنا كنمشي بطريقه متوازيه مع التوب، يعني ماشي بالضروره تكون يعني يعني تكونوا بريسي زعما او مليمتر، يكفي انكم ديروهم زعما تعبروا بالمسطره بهذا الشكل. يعني غير بان لكم بلي هاد لي روبير يكونوا مقادين، ما يكونش بيناتهم شي فرق كبير او لا صغير بزاف، وكنكمل بهذه الطريقه. نتوما في الدار غتكملوا لو ماتلا كامل اولا هاد لو كوسان كبير كله، وغادي تعمروا بطبيعه الحال كيف قلت لكم لو كارنيساج اللي بغيتو، يعني سواء كان لاواط ولا البونج ولا الصوفا، يعني على حساب شنو متوفر عندكم اولا القطن، باش كتحصلوا على واحد لو كوسان اللي كبير قد هكا. لحد الان يعني عنده اون فورم اللي نورمال، ولكن باش نعطيوه جماليه اكثر غنرجعوه ماتلاسي وغادي نستعملو. هنا خديت الصوف ابرة اللي من الاحسن تكون العين ديالها كبيره وتكون شويه طويله. دونك هنا في هذوك لي روبير اللي كنت درت كندخل البرا ديالي بطريقه عموديه وتنخرجها من الجهه الاخرى. سمحوا لي من قبل كنجي للراس هنا وكندير واحد العقده وكنخلي الخيط يعني شيط بواحد 2 سنتيمتر وكندير عقده بحال هذه على هذا الشكل. ومن بعد كنجر الخيط ديالي مزيان، كنقلب الماتلا كنجر الخيط مزيان، من الضروري انني جبدو مزيان، عاد كنجي ندير عقده. كيف قلت لكم ضروري انكم تجبدوا يعني الخيط بهذه الطريقه. صافي يكفي انا ندير عقده ولا جوج ماكسيموم، فعقده وحده كتكون كافيه.
وكنجي وكنقطع من وراء واحد لي 2 سنتيمتر باش كتبقى هذه بحال اون بتيت فلوغ خارجه هنايا من هاد الجهه ومن الجهه الاخرى. دونك نعاود نفس العمليه كيف ما قلت لكم، كنديروا عقده، كنخليو الخيط شويه شيط، وكنجي العلامه اللي كنت درت من قبل كنخشي الابره بهذه الطريقه وتنحاول نخرجها من الجهه الاخرى. كيف ما قلت لكم كنجر مزيان الخيط ديالي، ضروري هذه العمليه ديروها هي انكم تجروا الخيط مزيان، عاد كتضغطوا بالصبع ديالكم باش كديروا هذه العقده وتنقطعوا الخيط. نتوما في الدار غتكملوا يعني كاع هذوك لي بوين ماتلاسي اللي غيكونوا في هذا لو بتي ماتلا، وغادي تزيدوا الا بغيتوا اضافات بحال هاد لي بونبون هادو، يا اما كتشريهم يعني كيكونوا ديجا مصوبين ولا كتقدروا تصوبوهم. ان شاء الله نشوفوا في حلقات قادمه كيفاش نصوبوا هاد لي بونبون، وهنا نوريكم النتيجه النهائيه ديال لو ماتلا ديالي كيجي على هذا الشكل، يعني كيجي بدي كولور لي زوينين وكيعطي واحد البهجه للبيت ديال الوليدات الصغار وكيحفزهم على انهم يختاروا واحد لو كوان في البيت ديالهم ويجلسوا يقراو فيه. دونك كيف ما قلت لكم من الاحسن تختاروا الوان اللي تكون زاهيه باش يعطي واحد الجماليه للبيت ديال الوليدات الصغار، ما اختاروش يعني بالضروره يكون هذوك لي تيسو اللي يعني مخصصين للوليدات الصغار، اختاروا اثواب اخرى ولكن الوان اللي تكون يعني كتماشى مع البيت ديالهم. اذا وبالنسبه للخيط اللي استعملت فهو عباره على صوفا، يعني تكون صوفا غليظه ويكون ضروري فيها امتي غابيل يعني ديال لون كيكون ديجا في الثوب. كيف ما قلت لكم هنا دي بونبون من شكل اخر تاوما تقدروا تديروا اضافات اللي بغيتوا يعني في هذا الماتلا، كتبقى لكم حريه الاختيار. كنتمنى ان الفكره تكون نالت الاعجاب ديالكم، صوبها لوليداتكم في الدار ونتلاقاو ان شاء الله الاثنين المقبل مع افكار جديده. شنو هي التغذيه المناسبه لفصل الشتاء؟ الجواب مع سي نبيل عياشي. صباح النور. صباح الخير سميره، صباح الخير المشاهدين. كاينه تغذية خاصة فصل الشتاء لأن دائما تتقولنا ناكلوا ماكلة الموسم. نعم. ياك. أكيد سميرة، هو الفصول يعني الاحتياجات الجسم تتختلف باختلاف الفصول، فما يمكنناش يكون عندنا نفس الأغذية اللي كاين اللي غنتناولوا في فصل الصيف يعني غنتناولوا في فصل الشتاء والعكس صحيح. والمشكل اللي كاين هو أننا للأسف الآن مع تطور الصناعات الغذائية والصناعات ربما الفلاحية كذلك، وهذا موضوع ربما غنقترحوا على الصديق السي فؤاد باش يهضرنا عليه، لان ما يمكنش يا سميره انا غنبدا بهذه النقطه لان بكل صراحه تثير شويه ديال ملي تنهضروا على فصل الشتاء. احنا الان في جونفي في شهر يناير وتنشوفوا بان الفريز مثلا بان هذه واحد جوج سيمانات ولا اكثر، فكيف يعقل اننا نتناولوا الماده ديال الفريز في هذا الوقت هذا ديال شهر واحد ولا ديال شهر 12؟ لو نزيدك سي نبيل عياشي مرتز قلنا بان باش نعرفوا بان الفاكهه ولا الخضره ديال الموسم موجوده دابا موجوده في الكرارس. نعم. دابا حتى الفريز موجود. نعم ولكن ربما المذاق ديالو ما غيكونش شي مذاق اللي هو مزيان، ربما غادي نلقاو بان باقي واحد شويه ديال البيوضيه كاينه لتحت، باقي ما هذه امور اللي حنا ما تنبغوش ندخلوا في التفاصيل، ربما هو حنا ما غنقولوش احنا غنمشيو بحسن النيه وما غنقولوش بانه مصايب طرق اللي هي سلبيه وغتضر جسم الانسان، ولكن الاحتياجات ديالنا في هذا الفصل ديال الشتاء ماشي احتياجات اللي عندها علاقه بالفريز، عندها علاقه باغذيه اخرى. نفس الشيء كهناك اغذيه مثلا اللي تتكون حاضره في فصل الشتاء وللاستهلاك ديالها ضروري يكون في فصل الشتاء وحنا تنبقاو نتناولوها خارج فصل الشتاء، الزنجبيل مثلا. فانا ما عرفتش، انا ما بغيت غير نفهم منين جات هذه اللهفه وغنسميها هكا بين قوسين ديال المغاربه على الزنجبيل اللي تتهضر معاه دابا تيقول لك الحامض والزنجبيل، الحامض والسكنجبير في الفطور، الحامض والسكنجبير في العشيه، الحامض والسكنجبير في الصباح. خطا وخطر كذلك على جسم الانسان، لان ما نساوش هذه اعشاب اللي هي تتسخن الجسم ديالنا، فما يمكنلكش انت غتشرب الزنجبيل طيله السنه. انا تنقول دائما في علم التغذيه المساله بسيطه جدا، وهذه نقطه شرنا لها في العديد من الحلقات طوال هذه السنين، هناك اغذيه تتفسد وهناك اغذيه ما تتفسدش. الاغذيه اللي تتفسد يعني انها خصها تتخاد في الموسم ديالها، الاغذيه اللي ما تتفسدش يعني انك تاخذها طيله السنه. وانا ودابا لقاو تقنيات باش ما تتفسدش. لا ملي تنقول على بحال دابا اللوز مثلا ملي غتجيبو ولا العدس غتحطو راه ما غاديش يخسر، ولكن ملي تتهضر على الزنجبيل مثلا وغتهضر ليا على القوق ولا على الجلبانه ولا على الفريز من غير انك ديرو في الكونجيلاتور، فإلا خليتيه بطريقته العاديه راه غادي يفسد وما غينفعكش في هذيك المرحله الاخرى. فملي تنتحدثوا على فصل الشتاء، نتحدثوا على فصل الشتاء على احتياجات تختلف
على فصل الربيع وعلى فصل الصيف، تنهضروا على اغذيه من اجل تقويه المناعه، هذه النقطه الاولى. تنهضروا على اغذيه من اجل اعطاء طاقه، هذه النقطه الثانيه. تنهضروا على اغذيه من اجل رفع حراره الجسم، وهذه نقاط كلها اللي هي مهمه. فتنهضروا مثلا على الشرب، كاين الجبير، كاين القرفه مثلا، كاين الزعتر، هذه كلها اعشاب اللي ممكن ان ناخذها بكميات اللي هي معقوله. ما نساوش بان القرفه يعني بكميات كبيره هي تتشكل خطر على مستوى الكلى. الزنجبيل كذلك، راه الزنجبيل كذلك الناس ما يظنوش بانه راه مفيد 100%. حيت دابا انا مثلا الناس يقول لك تندير ديتوكس تنشرب سكنجبير. اجو السكنجبير داخل في العادات المغربيه ديال الصباح، راه كافي صافي صافي كافي كافي. ولكن باش نبقى نشرب انا يطرو في الصباح ويطرو في العشيه لواحد المده ديال 6 شهور ولا 7 شهور، فاكيد هذا يقدر يخلق مشكل بالنسبه للكلي وبالنسبه للكبد. فالزنجبيل ولا السكنجبير هو نبته ولا عشبه ولا غذاء ديال فصل الشتاء. من بعد فصل الشتاء راه كاين هناك امور اخرى اللي يمكننا ناخذوها واللي الوجود ديالها تيكون مسموح به. الشتاء مثلا الان تنهضروا على زيت الزيتون، فما يمكنش تقول لي انك فصل الشتاء وما تدخلش واحد الكميه يوميا ديال زيت الزيتون. لماذا؟ اولا لانها غنيه بالسعرات الحراريه، هذه النقطه الاولى. تساهم علاقه مع الغلظ والسمنه وهذاك الشيء. انا شوف، الغلظ والسمنه هو عدد السعرات الحراريه اللي غتناول في الجسم في اليوم. من بعد ملي غتقول لي انا ما عرفتش، غتقول لي ان كاطو باتيسخي ولا غتقول لي الفريت والزيت البلدي، لا فهنا كاين مشكل. فملي تنهضر لك على التناول، شوف الزياده في الوزن، زدتي كاع 2 كيلو ولا 3 كيلو، فين هو المشكل؟ كيفاش زدتيها؟ راه الا زدتيها بالفريت غنقول لك مشكل، زدتيها بالزيت البلديه ملي غيخرج البرد غتبدا دير شويه الحركه وغتنقص شويه الماكله وغادي تهبط هذيك 2 كيلو. واش حنا غير في 2 كيلو؟ اللي زاد 2 كيلو انا على حسابي، ما يساليش فصل، والله لا تنعطيو بروغرام اللي نساليوه هذا فصل الشتاء باش نحيدوا هاد 2 كيلو. ولكن غير خذ المشكل ماشي في 2 كيلو، المشكل ملي تنوليو في 15 17 23، هنا فين كاين المشكل. دونك زيت الزيتون تعتبر من الاغذيه، انا تنقول بان من احب الاغذيه الي ومن الاغذيه اللي تنحبها لواحد الدرجه كبيره جدا هي زيت الزيتون، لان من الاغذيه اللي تبت الان علميا انها تساهم في وقف نمو الخلايا السرطانيه. زيت الزيتون تساعد على خفض نسبه الكوليسترول في الجسم، زيت الزيتون تقي من امراض القلب والشرايين اللي هي السبب الاول للوفيات في العالم، زيت الزيتون تتعطي الجسم واحد الطاقه اللي هي كبيره جدا، زيت الزيتون هي غنيه بمضادات الاكسده، زيت الزيتون مهمه بالنسبه الشعر، مهمة بالنسبة للجلد، مهمة بالنسبة لضبط الهرمونات عند المرأة زيت الزيتون. فكيف يعقل أن شخص ما يفطرش بزيت الزيتون فصل الشتاء إذا ما كانش سنة كاملة ضروري تناول ديال زيت الزيتون؟ من بعد تيجيو القطاني، العدس، الحمص، اللوبيا، البصارة. أنا معاك غنعطيك جوج، اسمح لي دقيقة واحدة. من بعد تنجيو الخبز الكامل والخبز ديال الشعير، لأن الناس ملي تنهضروا على الخبز وهاد الأغذية، هذه أغذية ضروري خاصها تكون عندنا في فصل الشتاء. علاش؟ لأن فصل الشتاء المشكل اللي تيقدر يكون عندنا هو أن تيقدر يكون نظام غذائي زايد شوية في السعرات الحرارية. بالتناول ديالنا ديال هاد الأغذية نساعد، لأنها غنية بالألياف الغذائية، ونساعد على خفض الوزن بواحد النسبة اللي هي معقولة. نعم أسئلة ديال على الخضرة اللي دابا موسمية. نعم المشكله ديالها هو كاين بزاف ديال الناس عندهم مشكل في الطريقه ديال الماكله ديالها. شنو هي الطريقه اللي هي مزيانه اللي صحيه؟ حنا ديما كنبغيو ملي كنقولوا ناكلوا شي حاجه خصنا نشوفوا مثلا الطريقه اللي لو كور غادي يقدر يستقبلها بسرعه. نعم. ويعطيها للجسم. بالنسبه للخضر بحال دابا مثلا الطاجين، المرقه وداك الشيء، مثلا الزيت وهادي، جو بونس كو هذاك الخضره اللي كتاخذ ما كتستعملش. احسن ما كاين، احسن ما كاين في الطهي هو الطاجين. علاش؟ لان الطاجين تندير الخضره. لكن انا سمعت كيقول لك خضره، يعني الخضره خضره. حيت هضرتي على الطهي. كنهضر على كيفاش. انا هضرت على احسن طريقه، باش تقول لك كاين بحال دابا اللي كياخذ البروكولي خضر. بيان سور ممكن يتكال خضر. واصلا فاش تبدا تبقى الخضره. بطبيعه الحال البروكولي هو الخضره دائما، هذه نقطه ربما شرنا لها قبل، الخضره خضره ما طايباش اعلى قيمه غذائيه من الخضره اللي هي طايبه. ولكن هذا لا يمنع انني غندير طاجين ديال الخضره ديالي. داكشي علاش دائما يكون عندي واحد الكميه ديال الخضره ما طايباش في كل وجبه. فصل الشتاء ما غنهضروش في كل وجبه، الا درناها غير في الغداء راه كافي. الشلاضه ديال البصله ومطيشه. علاش؟ لان ملي تيطيب اشنو تيقدر يوقع؟ تتقدر تنقص واحد الكميه ديال الفيتامينات مع ارتفاع درجه الحراره، تيقدر يكون هناك تغير في الالياف الغذائيه. داكشي علاش الخضره خضره تتكون قاصحه، ملي تطيب تتولي رطبه، لان كاين واحد التغير في الالياف الغذائيه اللي تتعطي واحد القيمه كبيره بالنسبه لهذيك الخضار. وطبيعه الحال عادي الا دزنا العصير فهنا تتولي اقل قيمه غذائيه بالنسبه للالياف الغذائيه من هي طيبه ومن هي خضراء. دونك احسن حاجه هي خضراء. هي خضراء
وطاجي. انا بالنسبه لي كناخذ خضره حيت ما غيمكنش تقول لا حيت ما غيمكنش حيت لا بالنسبه لي هو ولكن بالنسبه للساده المشاهدين ما غيمكنوش يبقاو ياكلوا غير الخضره خضره ديما حيت بحال دابا في البرد تنبغيو طويجي الطاجين دونك كل هذاك التبصيل ديال الخضره خضره واحد 200 غرام تبصيل مويان وكل مورا الطاجين غير هو بالنسبه لطرق الطهي راه الطاجين يعتبر من افضل طرق الطهي علاش لان الماء اللي تيخرج ديال الخضره تيتبعوا الاملاح المعدنيه وتتبعوا الفيتامينات وملي تتغمس تتاخذ واحد الكميه مهمه ديال الاملاح المعدنيه وديال الماء ديال الخضره وكل اللي بغيتي درنا غير الفقره ديال الرياضه شكرا لك سميره وصباح الخير عليكم الحصه ديال اليوم خصنا الكارديو ماشي اي كارديو اليوم غادي نديروا واحد الرياضه اللي هي معروفه الناس كيشوفوها بزاف دابا وما تيعرفوش شنو هي هو المواي تاي حاليا دابا معروف بزاف ديال الناس كيبغيو يبراتيكيو هذه الرياضه هذه اليوم انا جبت لكم فواحد لو ستيل ديال الكارديو غادي نترينيو نديروها مع موسيقى واللي مزيان فهاد لونطريمون فهاد لو ستيل ديال لونطريمون فهاد 5 دقائق اللي غادي نترينيو فيها غادي نخدموا بزاف العضله ديال الكرش يعني من 100 حتى ل 200 ريبيتيسيون اللي غادي تخدم فيها العضله ديال الكرش ديالنا يلا رشيده سي بارتي نبداو بلاص يلا نسد يدي طلع واتي غوش هاد الترافاي كارديو نورمالمون غادي نطلعوا الدقه ديال القلب غادي تطلع شويه الفوق نحاول نهز يدي الفوق ديما ندخل العضله ديال الكرش ديالي ونسيري بيدي شوفوا معايا بلاص وات غوش ديما كنحاول نضرب بلوكود ديالي وندور ندخل العضله ديال الكرش ديالي لداخل ديما نتنفس مزيان ندور لي كود ديالي وندخل العضلات ديال لي زاد شوفوا معايا غادي نشونجي دابا غادي نطلع الفوق طلع بلوكود ديالي الفوق ديما فاش كنطلع كنحاول ندفع لي زابدو ديالي جمع ونزير هنا كنخدم العضله ديال الكرش ديالي غادي نرجع بلاصتي دواتي غوش غير بشويه غنزيدو فيها طلع الفوق هذا نيفو 2 نيفو 3 غنحاول نلعب برجلي فوالا تير نيفو 4 بويسون شوفوا معايا 4 3 2 1 4 3 2 1 4 4 شونج toujours le même 4 3 2 معايا الناس اللي ما تيقدوش ينقزوا يمكن لك تمشي غير بلاصتك داكوغ 4 3 4 4 encore شوف معايا دابا شنو غادي ندير شوف معايا 1 2 3 4 1 اي 2 1 2 3 4 1 2 شوف معايا ديما فاش كنضرب كنحاول ندور لو كود ديالي ونتويستي ا بارتير دو نيفو ديال لي اونش ديالي داكور توجور لو ميم شوفوا معايا هوب غادي نهز رجلي نزيد عليها واحد النقيزه شوفوا معايا كاف هوب ساك جو سوت بام 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 Je cherche l'explosion. Baka wahda. Sur place. Haoul jma yedi, ndour. Hez le fort. Hez le fort, plus fort. Tap, tap, tap. Balayi, balayi. Chouvou maïa. Khol, 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 khol. 5 4 3 2 جهة أخرى هز معايا نسد يدي دواتي غوش كاو ليمن ليسر ليسر ليمن ليسر ليمن في الأول مشينا غير بشوية دابا غادي نطلعو لو غيتم باسكو غادي نساليو حاول تخلي ديما لي زابدو ديالك كونتراكتي مزير طلع الفوق
كل ما دورتي كتف ديالك بزاف كل ما كتخدم العضلات ديال لي زابدو. هذا هو لو ستيل ديال الماي تاي، ديما كنخدموا بلي كود ديالنا، ديما فاش كتهود. شوف انا كنخدم العضلات ديال الكرش ديالي. سا سي نيفو 1 شويه، نيفو 2 هز يدي الفوق، نيفو 3 نحاول نرد لي جونو ديالي اللور، رد اللور رد اللور، نحاول نبالونسي بالونسي باش نخدم العضله ديال الكرش ديالي من تحت. كات خوا جوج واحد فور تري تو وان كات، كنخدم العضله ديالي بالجناب بالجناب. بام يلا ربعه ثلاثه جوج واحد فور تري. Encore. عطينا دقيقة ديال المقالة، دقيقة ونساليو. خليك معايا، شوف معايا. 1 2 3 4 1 et 2 4 3 2 1 1 et 2 بوم on saute. Hop, saute. Hop, je saute. Hop, et je saute. حليت تنقز وتنضرب. كنخدم العضلة ديال الجنب ديالي ولا بويسونس ديال لو بغا. لا دغوات. يلا معايا. Hop, يا. أو جوج. كلشي معايا. بقات وحدة بقى وحدة بلاس بلاس 30 ثانية ونسالي. يلا كلشي معايا لي زابدو تيغ، دخل لي جنو ديالي لداخل. 15 ثانية ونسالي. ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة جوج واحد. جود جاب سوبر. هذا هو الماي تاي اللي بزاف ديال الناس يسولوا عليه. كيف ما قلت لكم كنخدموا بزاف ديال العضلات ديال الكرش، كارديو تيخدم بزاف، الدقة ديال القلب كطلع. نتمنى ديروها تعاودوها ديما في داركم باش تخدموا العضلات ديال الكرش وتعرفوا على رياضة جديدة اللي كتخدم مع الموسيقى. نتمنى تكونوا استفدتوا معايا. بصحة وراحة، نهاركم مبروك. صباح الخير سميرة، صباح الخير عليكم. اليوم غادي نستعملوا او غنحضروا جميع واحد الوصفه اللي انا شخصيا جربتها من بعد ما شكرت عليا واحد الصديقه ديالي كانت كتستعملها واحد المده اللي هي طويله، والصراحه ملي جربتها جوج مرات لقيت بانها كتعطي واحد المفعول على الاقل بعد اللمعان، كتعطيه انستونتانيمون ولا في الحال. فالمكون الاساسي ديال هذه الوصفه هو الجرجير ولا سلطه الجرجير ولا لا سلاد دو غوكيت. عندها فوائد غذائيه كثيره وعندها فوائد حتى جماليه، وبالنسبه للشعر فهي مفيده بزاف لانها كتغذي الشعر، كتقوي بصيله ديال الشعر وكتغذي او كترطب الجلد ديال الشعر. حنا كنعرفوا بان فروه الشعر كتكون رطبه ماشي دهنيه، رطبه يعني مغذيه مزيان، فهي كتساعد على عدم تساقط الشعر بطبيعه الحال. ما كانش عندنا مشكل عضوي ولا مرض، كنقول لكم دائما انتجوا طبيب خاص بهذا المشكل هو طبيب ديال الجلد. ف سلطه دو غوكيت ولا سلطه الجرجير كناخذوا واحد القبطه، دونك ان بوكي اللي كنقيوه داكشي اللي كيكون ما زوينش وكنخليوه بحال هكا. اشنو غادي نزيدو على سلطه الجرجير؟ غادي نزيدو عليها الثوم، الثوم ولا الثومه الغني بالسيلينيوم، والثومه كتساعد على تنشيط الدوره الدمويه ديال الشعر، فكتساعد ان الشعر كينمو بطريقه اللي هي صحيحه ومزيانه. بالنسبه للسيدات اللي عندهم مشكل مع ريحه الثومه، انا في الصراحه ما كتضايقنيش، غنوريكم لاستوس كيفاش نحيدوها ملي غنجيو نغسلوا الشعر ديالنا. دونك شنو كناخذوا في الثومه؟ كناخذوا فيها ربعه ديال الريوس بطبيعه الحال مقشرين، غنطحنوا هادشي كامل. دونك نقدروا نستعملوا الثومه غير بحال هكا. غادي ناخذوا الخميره الفوريه، الخميره الفوريه او الخميره ديال العجينه اللي كتكون هكا حبيبات،
الوغ الخميره شنو كتصلح؟ هي كتعطي لنا اللمعان وهي كتوالم جميع انواع الشعر. يعني كونتريرمون ا دوطخ برودوي كنستعملو يقدروا ما يوافقش مثلا الشعر الدهني ولا ما يوافقش الشعر الجاف، فهي كيستعملوها جميع انواع الشعر. كترطب او كتنقي الجلد ديال الشعر وكتقوي الشعر من الجذور ديالو حتى الاطراف ديالو، داكشي يعني نقدروا نستعملوها لطول الشعر كامل. الوغ شنو كنديروها؟ كندوبوها بحال غادي نديروا الخبز، شتو راها خمرات. دونك كندير معلقه كبيره ديال الخميره اللي كنكونوا ديجا دوبناها، وكندير زيت الزيتون. من الاحسن نديرو زيت الزيتون او نديرو اي زيت حنا كيولمنا في الشعر ديالنا كيعطينا التغذيه. زيت الزيتون مزيان، زيت السمسم حتى هو مزيان، زيت السالوج ولا الحبه السوداء حتى هو مزيان. كندير تقريبا واحد نص كاس حتى الكاس بالنسبه للكثافه والطول ديال الشعر. الوغ هاد الخليط كله كنطحنوه في الطحان الكهربائي حتى كنحصلوا على اون تيكستور بحال هكا. انا كتعجبني كتكون هكا خفيفه، نقدروا نديروها شويه يعني واقفه ولا عاقده، ولكن هكا مزيان. دونك كندهنوا بها الشعر ديالنا مزيان، كنديروا كنشقوا بها الشعر ديالنا مزيان على طريقه الشقيقه كما كنعرفوا. نبداو بعدا بجذور الشعر ومن بعد نديروها حتى في الطول ديال الشعر ديالنا. انا الخميره غتعطينا كما قلت لكم اللمعان ديال الشعر، وغادي تغذي لنا حتى اطراف ديال الشعر. لا روكيت هي مفيده حتى لطول الشعر، والزيت كما كتعرفوا بانه كيغذي ثم غادي تجي انها غتساعد اننا الشعر ديالنا ينمو من القدام. فهذه وصفه دو زونا ولا جوج في واحده، يعني للاطراف وحتى لاغاسين ديال الشعر ولا الجور ديال الشعر. كنستعملوها على شعرنا ساعه الى ساعه ونص لانها فيها الزيت، وحنا كنعرفوا بان الماسكات اللي كيفيهم الزيت ما كنفوتوش المده الزمنيه ديالهم ساعه ونص، لان الزيت كيتقل الشعر ديالنا وكطيح من بعد. دونك ما نخليوش اربع سوايع وخمسه سوايع، ساعه الى ساعه ونص. استعملوها مره الى جوج مرات في الاسبوع. موازاه مثلا كان عندنا مشكل ديال سقوط الشعر كناخذوا واحد الدواء معين او كنتبعوا عند الطبيب، ما فيها باس نقدروا نستعملوه. فهي غير كتساعدنا على اننا نخليو شعرنا زوين ومغذي وفيه اللمعان. وبالنسبه للاسوس اللي قلت لكم، السيدات اللي ما كيعجبهمش ريحه ديال الثومه في الوصفه الطبيعيه، فتقدروا اما عندكم حل من جوج، اما تستعملوا الخل الابيض في الشامبوان ديالكم، ديروا واحد اربعه القطرات في الشامبوان ديالكم وتغسلوا به، فهو كيتمتص الرائحه ديال الثوم ولا ديال البصله ولا اي ريحه اللي ما كتعجبكمش. يا اما كنديروا قطرات من الزيت الاساسيه ديال البابونج ولا ديال الفاني ولا ديال بومبلوموس، اي ريحه نتوما كترتاحوا فيها. غير هو وكان السيده اللي حامل والاطفال اقل من 4 سنين ما يستعملوش الويل اسونسيال ولا الزيت الاساسيه في الوصفه الطبيعيه ولا في الشامبوان ديالهم. كنتمنى ان هذه الوصفه تستعملوها وتجربوها وتحافظوا الاستعمال ديالها على الاقل 3 شهور باش تعطيكم النتيجه ديالها، ونشوفكم ان شاء الله على خير. وفنان مصمم اليوم متشرفنا بحضوره في بلاتو صباحية الدوزان من خلال فقرة الموضة مع جميلة ليلى حدي. وصباح النور. صباح الخير سميرة، صباح الخير لكم مشاهدينا. أنا فرحانة بزاف اليوم جانا مصمم أزياء اللي كيدير البريت أبورتي وحتى البلدي، ولكن اليوم جابينا كوليكسيون خاصة بالبريت أبورتي. معنا كمال بوطيور اللي جانا مدينة فاس، مرحبا بك معنا. مرحبا بكم، شكرا جزيلا على الاستضافة ومرحبا بيا نوبه اخرى عندكم. مرحبا بك كمال، منورنا. مرحبا بك سي كمال. اذا كمال بوطيور، انت يا مصمم ازياء كدير البلجي وحتى الرومي، واليوم جبتي لنا نوفيل كوليكسيون ديال البريت ابورتي. من هاد لا شوميز اللي انا لابسه غادي تشوفوا من بعد لي ديتاي، غنشوفوا لي ديتاي مي الكلمات فيها لي دي دي بوتون تري تري سامبا، على القصه ديالها زوينه غنتكلموا عليها اكثر. سي مانيفيك، صنع مغربي 100%. صنع مغربي 100%. الوغ نشوفوا لا كوليكسيون ديالك سي كمال، وكيفاش جاتك الفكره باش، انا عرفتك بديتي البريت ابورتي، كيفاش جاتك الفكره باش تكمل في البريت ابورتي؟ واحد كاين نقص كبير في زعما لا بليبار ديال الناس اللي داخلين لهذا المجال هذا كيديروا البلدي. صحيح، حنا عندنا شويه الناس اللي هذا مي مع الكوفيد دابا مع تبارك الله المراه المغربيه كتبغي كمان تبقى فاشن حتى في البريت ابورتي ماشي غير في البلدي. الوغ كنحاول انا نديروا البريت ابورتي مي كنزيدوا واحد لا تيتوش ماروكان ولا كاسون، مي كان في التصميم ولا في القصه ولا هذا كنحاول نحافظ. المهم 100% مغربي. نهضروا على هذه البيسه هذه. هنايا سي ان اونسومبل ديال تايور مي ان بو مودرن كوم سا، كنخليو داك لو تخوك ديكالي ما يبقاش داك تايور يعني كلاسيك. كلاسيك خاص كل لبسه شي نبره ديال اكزاكتومون باش تبقاو باش تاي الا بغات تخرج من بعد بيه ولا شي حاجه سي با بور خاصها تبقى متميزه.
اكزاكتومون وحده لابسه هادشي وا اون اسبير ودائما هذيك لا بتيت توش دو كولور مع داوري طيبك فيك وكنشوفوا عندك دو تيسيو كاين لو تيسيو اللي كتشوفوا القدام لو غري فونسي et حتى لو غري فونسي في الظهر فوالا دونك سي دوبل ماتيير كوم سا كيبقى كيبان الابداع ديال الكرياتور ملي كتماري جوج ديال التواب ولا جوج ديال الوان ولا جوج ديال هذا توجور كاين واحد هنا غادي نشوفوا ان اوتر موديل ان اوتر ستيل تاعو في دو تيسيو جوج ديال الاتواب هنايا كاين الفيلور وحتى البرنس دو غال باش عجبني هذا الموديل سميره غتشوفي بان كاين في الظهر واحد لو زيب بعدا شنو هذاك لو روز اللي سي لا شوميز سي لا شوميز وي لا شوميز اكزاكتومون وي دائما 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 كاين باسيس من الامل في الكحل الابيض في الكحل واو عينه تف البرد هاي الكحل الابيض ولا الكري هنايا كاين المبرا وكاين برانس دو غال مي كاين اون فيست اللي هي طويله وحده قصيره قصيره وكاين بيناتهم هذاك وي وقلتها لا فيست وحده اللي بلوس كوبي كلاسيك الاخرى اللي بلوس ماشي مودرن اللي بلوس سبور شيك لا دوزيام سبور شيك ولكن في داك بزاف ديال الجياب دابا ولا داك فونكسيونيل داك الشيء ديال بزاف ديال الجياب بزاف ديال هذا سي سا مي سي كمال انا لاحظت فيك ماشي غير المصمم ولكن كذلك الفنان لونتي كونفورميست يعني تيبغي يدير هذاك الشيء ديالو بوحديته خالف تعرف ايوا ماشي لا هذا ماشي فنان الا ما الا درتي داك الشيء هذاك ابداع ما عندي مثلا نشوفوا دابا اللبسه ديال ليلى حديوي لا شوميز غزاله مي ليلى هي اللي غزاله ميرسي سي سي دي ات جوز ويزاوت سينغ الوغ لا توش اللي كاينه في هاد لا شوميز هي اللي كاينه في هاد الدار اي عجبتني بزاف هاد ليماج وحتى في لي مانش سميره كلشي مصوب بليد وي كلشي بليد كلشي بليد تدير لي تاي ولا عندك لي تاي غادي نو نو كندير لي تاي كاع كامل تري بيان تريكسيو افيك لي تاي ديال كاملين لو ديسان لور لو ديسان سي هذاك ديال الصديقه ديالي كرافيست ام الغيت هي اللي صوبت سي دي ماتريوشكا على ماروكان يعني سي تشيني دي اللي جاتنا وهي البيساج اسك حلوه ليلى ميرسي فريمون باينه كيف ما قلتي فونكسيونيل عمليه عمليه اكزاكتومون نتابعوا اذا ونوصلوا لعرض الازياء اللي عندنا هي غادي نشوفوا عاوتاني لا كونتينيتي ديال لو ستيل ولا la collection اللي جبتي لنا كمان oui. هنا كنلاحظوا فينا لي كارو لي كارو وي مي هنا درنا معاهم باتش وورك ب فوشيا فوشيا و هذاك الطرز مطروز وسط وي 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 البرودري هي البروكار بروشي تو مصروف هذا تعجبك تستعمل لي ماتيير بزاف تستعمل بزاف ديال لي ماتيير بجوج بيان مي لكن خص يكون واحد تناسق بيان سي اكزاكتوم وحتى لا دوبلور تنشوفوا فيها لو روز لو روز داخل في لا فيست وي افيك سيروال لا بغينا حافظنا على داك لو ستيل ديال السروال مودرن مي افيك لو تريك ماروكان قدريسه دابا هاد افيك عرفتني جايه تقدريسه نو نو كانت واحد الشركه سميتها اندري اس اندريسا اوكي اندريسا للمعلومات المزيد من المعلومات الوغ اخر لبسه ولا اخر اقتراح اللي جاب لنا اليوم السي كمال لا شوميز ديالك لا شوميز وي لا توت لا كوليكسيون ديال لا شوميز تاع هي بحال لا شوميز اللي لابسه هذا حتى هي فيها في الدار ديالها يمكن المانكا حيدت الجيلي يبان بان وي تري جولي وي هنا تما استعملنا شويه ديال البرودري وشويه ديال الباتش وورك المهم ايوا انا تشوق نعرف حتى لا كوليكسيون ديالك ديال البيبي ان شاء الله باذن الله تجي وتجيب لنا لا كوليكسيون ديال ان شاء الله باذن الله بك بليزير تحيه للناس ديال فاس اللي كيشاهدونا هذا الصباح هذا من بلاطو ديال صباحيه دوزيام ونشوفوك ان شاء الله في البلدي شكرا لك شكرا على الاستضافه وما تغيبش ان شاء الله باذن الله شكرا لك كمال بوتير مشاهدينا نتلاقاو بكم غدا فقرة أمومة غادي تكون معنا الدكتورة نادية مزيان متوكل غادي نتكلموا على التلقيح وعلاقته بصحة المرأة غادي تكون معنا كذلك لالا ماريا بن جلون قترحا علينا ديسير مضاد للتعب والاكتئاب الحداد في ظل جائحة كورونا موضوع فقرة بيني وبينك مع الدكتورة لبنى بوحولي الكل والمزيد من المزيد في صباحية دوزيام معكم